احنا فين دلوقتي؟ احنا في مصنع واحد. اول وحده انتاجيه. ده طبعا المنطقه البلد دي كلها كانت مكن. طبعا الهندي فكوا وباعوا طلع في صوره لطات. الى جانب بقى لسه الخراب موجود في بقيه الاقسام التحضيريه ورا زي السحب والكرب والبر. ماشي يا فندم. زي ما انت شايف حضرتك ادي الخراب اللي موجود في الشركه. لا كان من المفروض طبعا يا استاذ حسام المستثمر لما بيجي المفروض ان هو بيطور الشركات بيفتح فرص للايدي العامله. تمام. هو ما وفرش اي حاجه من دي بل بالعكس هو كان فيه 5700 عامل او 5000 عامل. النهارده في موجود في الشركه 1600 عامل ما بين بقى هو خرجهم معاش مبكر ما بين ناس ضغط عليهم في الاستقالات ما بين ناس فصل تعسفي. تمام. على اساس ان هو يدمر الشركه من الموارد البشريه اولا. بعد كده اتجه لتخريب المكن. بدا يبيعوا لطات وحضرتك هتشوف دلوقتي الوضع تكسير المكن. اما تبقى مكنه شغاله تمام تمام عينه من المكن يا فندم بتتباع لمصانع شغاله على فكره كمان يعني مش مصانع واقفه وبتتباع لانها خرده. المكن المفروض ان انا بركب الكونه هنا عشان اشغل الكونه. طبعا كل دي قطع غيار اتاخدت لمكن تاني. ماشي. فاصبحت المكن هذه من ضمن المكن اللي هو المكن ده يا فندم كنت بشتغل عليها طوال 8 ساعات في الورديه. كنت بجيب عليها نص طن انتاج. نص انتاج 500 كيلو معدل البيع. يعني المكنه دي بتطلع لي انتاج معدل البيع. اصبحت المكنه دي يعني في حاله عوده شركه مصريه. المكنه دي بايد عمال الصناعه المصريين الصيانه المصريين مش هتاخد منهم اسبوع والمكنه دي هتشتغل. الورش بتاعتنا هتصنع قطع الغيار الهندي خدها وباعها وفي خلال اقل من اسبوع المكنه دي هتشتغل. ادي حال المكنه الكهرباء بتاعتها اتفصلت. المكنه بقى حاجه انت شايفها.